طيب نرجع إلى مثالنا اللي وقفنا عنده، مثال على الكلير بيت تيست فايل ريجستر سكيب اف كلير. هنا عملية القفز سنفذ إذا الكونديشن ترو، الكونديشن ترو أن تكون الخانة اللي بنفحصها قيمتها صفر. إحنا بنفحص خانة، ترتيب الخانة بي، وهذا البي هذا البي ترتيب الخانة ضمن الريجستر اللي الأدرس 7 اف، نفحصها إذا كانها كلير اي سكيب ذا نيكست انستركشن، أما إذا كانها ست لا ما بعمل شيء بنفذ كل الانستركشنز التالية. ناخذ اكزامبل، هنا في عندي اكزامبل انه بنحرك او بنحط في الوركينج ريجستر 0 اف، ثم بنفحص البورت A، نفحص البت رقم 7 يعني اقصى بت على اليسار. هنا في عمليه البت تيست انت عمالك بتقرا معلومات، لما بتقرا معلومات يجب انك تكون لك القدره على قراءه الريجستر، وبالتالي البورت A يجب ان يكون مبرمجا كانبوت. راح نيجي احنا بالتفصيل لعمليه برمجه البورت كانبوت او كاوتبوت ليتر اوكي في المساق، لكن انا بحب انوه على هذا الموضوع انه هنا البورت A مبرمج كانبوت. اذا في حاله البت تيستينج يو ار ريدنج داتا اوكي. الان لاحظ انه لما تعمل اند انت قاعد تعمل اند مع بورت بي وبورت سي، وبالتالي بتغير داتا على البورت بي والبورت سي، طبعا بتغير عليهم الاثنين اذا كان الكونديشن فولس، اما اذا الكونديشن ترو فانت راح تعمل سكيب للاند وفقط بتنفذ الاكسكلوسيف او الانكلوسيف اور، الار اوبريشن فقط تنفذ في حاله ما بيكون الكونديشن ترو. كونديشن ترو ان تكون الخانه فيها صفر كلير، فاحنا نفحص بورت A، بورت B يجب ان يكون مبرمج كانبوت حتى اقدر اقرا البت رقم 7 فيه وافحصها، اذا كان فيها صفر فانا بعمل سكيب للانستركشن هذه الاند، الان كاني لن انفذها وبذهب مباشره الى الار اوبريشن وبعمل اورنج للبورت سي مع 0 اف، بجبر الخانات الاربعه السفليه على ونز والخانات العلويه بحافظ عليهم زي ما هم. لكن اذا الكونديشن كان فولس يعني الخانه فيها واحد، يعني الخانه 7 هذه في بورت اي فيها واحد، معناها الكونديشن از فولس، معناها لن انفذ عمليه سكيب وبالتالي سانفذ الان، فبروح على البورت بي وبعمل له ماسكينج مع 0 اف، 0 اف بتجبر لي الخانات الاربعه العلويه يكونوا فيهم صفر، والخانات الاربعه السفليه حافظوا على محتواهم زي ما هو لاني بعملهم اندنج مع ونز. دكتور تفضل. هو شو بتفرق عندي الاكسكلوسيف اور او الاورنج ما دام انا بعمل بق يعني مع بت بت صح؟ كيف؟ يعني انا لما اجي اعمل اورنج او اكسكلوسيف اور انا بتعامل مع الاور غير عن الاكس اور يا قرابه. ماشي، بس انه انا مش بعمل بت بت لما اجي ايش بتعمل؟ يعني مثلا مش هو 8 بت، مثلا انا بمسك بت واحده منهم بعملها اور مع بورت سي من اللي هي ولا كامل. طيب انت لما بتعمل اور مع واحد انت واحد بس اذا لا. كان اكسكلوسيف اور الاكسكلوسيف اور مع واحد بتعكس قيمتها، فاذا كان فيها صفر بصير واحد، واذا كان فيها واحد بصير صفر، بينما الاور مع واحد دائما بتعطيك نتيجه واحد. لا، مختلفات الاكس اور والاور. وضحت ولا لسه؟ الاكسكلوسيف اور تعطيك اذا كانوا الاكسكلوسيف اور اذا كان عندك واحدين مثلا بتعطيك زيرو. لحظه شوي، لحظه شوي يا ابو الشباب، خلينا نكتب، خلينا نكتب هاي تكست اكس، بلاش اكس خليها ريجستر معين، اكس اور مع ونز
بديش اقول ريجستر، لا تفكروا انه عباره عن ثمانية بت، خليها خليها دبي، خليها خليها زد، زد اكس اور مع زيرو، شو بتعطيني؟ تعطيني زد، زد اكس اور مع واحد تعطيني زد برايم، زد اور مع زيرو تعطيني زد، زد اور مع ون بتعطيني واحد. العمليتين مش متشابهات. اللي سأل يلي سألت تمام تمام دكتور، قلنا لكم المادة هذه بتعتمد على اللوجيك، بدك ترجع لللوجيك. أوكي، الأور غير عن الإكس أور، فأنت لما تعمل أورينج مع واحد بتجبر الخانة على واحد، لكن لما تعملها إكس أور مع واحد أنت بتعكسها، فإذا كان فيها صفر بصير واحد، وإذا كان فيها واحد بصير صفر. الأور غير عن الإكس أور، واضح؟ واضح واضح دكتور. طيب أوكي، نرجع إلى الأمثلة. طبعاً إحنا في هذه الحصة بنتكلم عن الكونديشنال برانشنج، يعني هذه الانستركشن البت تيست سكيب اف كلير والبت تيست سكيب اف سيت، ممكن نسميها احنا كونديشنال برانشنج، يعني قفز مشروط. كونديشنال بينما في عندي انستركشن دائما بعمل القفز بغض ما فيش فيها فحص لا شيء، يعني ما بفحص شيء انا، اللي هي جو تو ستيتمنت. الجو تو هاي انكونديشنال برانش، تؤدي الى القفز الى العنوان اللي بتحطه هون. هذا العنوان اوكي طبعا الجو تو يا اخوان هو تنفيذ لقفز داخل البروجرام ميموري. تتذكروا البروجرام ميموري مكونة من 8 كيلو بايتس، وأيضا تتكون من 4 صفحات، كل صفحة عبارة عن 2 كيلو، من 0 إلى 2047 هي أدريسز ضمن 2 كيلو. البروجرام ميموري عبارة عن 8 كيلو، خلينا نرسم شوية. البروجرام ميموري عبارة عن 8 كيلو. اثنين كيلو من فوق، نسميها الصفحة الأولى، الصفحة الثانية، الصفحة الثالثة، الصفحة الرابعة. الآن الجو تو هون الكي عبارة عن الريلاتيف أدرس داخل الصفحة الواحدة. الصفحة الواحدة من داخلها تبدأ من صفر وتنتهي ب 2047، أي صفحة، هذا داخليا. كل صفحة تبدأ من زيرو وتنتهي ب 2047. أوكي، الآن الكي هذه بتعطيني عنوان داخل إحدى الصفحات، إما الصفحة هاي أو الصفحة هاي أو الصفحة هاي، فبتنطيني عنوان بين صفر ولغاية 2047. 2047 مثلاً افرض إنه العنوان كان عندي مثلاً 1970 لنفترض. أنا بدي أروح على الأدرس هذا، على اللوكيشن هذا، لما أقول له go to 1970 أنا قاعد بنطي ريلاتيف أدرس داخل صفحة معينة. فإذا بدي الصفحة الأخيرة، مين اللي بيحدد الصفحة؟ اللي بيحددها في الواقع 2 بتس موجودين في ريجستر اسمه الـ PC Latch High. هذا الـ PC Latch High عبارة عن أحد Special Purpose Registers، يحتوي
البت 3 والبت 4 فيه بيمثلوا لي التو بتس اللي بيحددوا لي الصفحه ضمن البروجرامري اللي انا بدي اشتغل عليها. فانا لما باجي بقول له اعمل لي عمليه قفز لادرس معين، انا بنطي ريلاتيف ادرس داخل صفحه معينه، الصفحه بيحددها التو بتس الموجودين بالبي سي لاتش. ففي الحاله هاي بصير في عندي ادرس مكون من 13 بت، 13. اوكي، فالكي هنا راح تكون عباره عن 11 بت. اوكي، من 0 الى 11 لانه 2 قوة 10 قلنا 1 كيلو، 2 قوة 11 بتطلع 2 كيلو. اوكي، ف 11 بت من 0 الى 10 هذول 11 بت يحددوا لي ريليتيف ادرس داخل الصفحه الواحده. داخل الصفحه الواحده الريليتيف ادرس عندي يبدا من 0 وينتهي ب 2047 لكل صفحه. لكن من هي الصفحه؟ الصفحه تحدد بتو بتس جاياتني من ريجستر خاص اسمه البي سي لاتش هاي. هذا عباره عن ريجستر في الواقع مكون من جزئين، بي سي لاتش لو وبي سي لاتش هاي. هذول عباره عن تو ريجستر من ضمن السبيشال بيربز ريجستر بيخزنوا لي البروجرام كاونتر عاده، يعني بيعكسوا لي البروجرام كاونتر. انا عندي كما قلنا، نرجع الى الداتا شيت، كما قلنا الداتا شيت بعدين في عندي انا في هذا الكنترولر في عندي بروجرام ميموري هون، وهذا البروجرام ميموري مكون من 8 كيلو. 8 كيلو بدها 13 بت عشان اعملها ادريسنج، لانه قلنا 2 قوة 13 هي عبارة عن 2 للأس 10. نحط الأس بالشكل هذا، ويلا حتى هاي 2 أس 10 ضرب 2 أس 3، فهاي بتصير 2 أس 13. 2 قوة 10 بتمثل لي 1 كيلو، و2 قوة 3 8، فالتوتال ميموري تبعتنا عبارة عن 8 كيلو، بدها 13 يعني بت عشان الادرس تبعها. ال 13 بت هذول من 0 إلى 10 هم طبعا من 13 من 0 إلى 12، يعني أنا عندي الادرس هذا، هذا البروجرام ميموري تبعي فيه 13 بت. في 13 بت، اوكي. هذا البروجرام ميموري بنعكس عندي في ال بنعكس عندي على تو ريجسترز. هذا البروجرام كابتر، هذا البروجرام كابتر بنعكس عندي على تو ريجستر. ريجستر بنسميه احنا البي سي ال لو، وريجستر اخر بنسميه البي سي ال هاي. اوكي، خلينا نكتب بي سي ال لو، وعندي بي سي هاي. هذولا طبعا تو سبيشال بيربس ريجسترز موجودين عندي في الداتا ميموري هون، معكوسين في الداتا ميموري. البي سي لاتش هلو والبي سي لاتش هاي عباره عن تو ريجسترز من ضمن الريجسترز الموجوده عندي في البروجرام في الميموري. انا عندي في الميموري، خلينا نروح على الميموري،
بالنمري بنلاحظ انه في عندي البي سي لو انا حاططها بي سي لا بي سي لو اوكي بي سي ال بي سي ال اوكي بي سي ال وفي عندي البي سي لاتش هاي هذه لاحظوا انها موجوده في جميع البانكس علشان ما تضطرش تدور على البنك او تغير في البنك حتى تروح عليها يعني شو ما حطيت ريلاتيف ادرس بتصل لها فالبروجرام كاونتر بنعكس على هذول التو ريجسترز الان كما قلنا كل واحد منهم عباره بالداتا ميموري عباره عن 8 بتس اوكي فعندك 8 بت هون و8 بت هون بصيروا عندي 16 بت لكن انا بدي فقط 13 لذلك نلاحظ انه ال وين رحنا ليش جينا هون فالادرس خلينا نمسح البي سي لاش هاي مكون من 8 بتس تنتين منهم اللي هم بت 3 و 4 بنعكسوا على بت 11 و 12 بالبروجرام كاونتر البروجرام كاونتر تبعي يتكون من 13 خانة تبدأ من 0 وتنتهي ب 12 الخانتين العلويات اللي هم 11 و 12 عندي أنا هون خانتين بت 11 وبت 12 11 و 12 اوكي هذول التو بتس بت 4 بتجينا على بت 12 وبت 3 بتيجي على بت رقم 11 طيب اوكي هذول بيحددوا لي الصفحة بيحددوا لي الصفحة رقم الصفحة الآن من ضمن الصفحة أنا بحاجة إلى relative address هذا relative address بدي يكون من 0 إلى 11 عدد البتس فيه يعني 11 بت 2 قوة 11 بنطيني 2047 أنا أقول 2 قوة 10 بنطيني 1024 2 قوة 11 2048 بس لأنه الأدريسنج ببلش من 0 بنقول آخر أدرس بكون 2047 الريلاتيف أدرس بكون عبارة عن كي مكون من ضمن الانستركشن قلنا الانستركشن مكونة من 14 بت أي انستركشن مكونة من 14 بت في عندي أوب كود أوكي وفي عندي أوبرند لأن الكي هنا راح تكون عبارة عن 11 خان أوكي ف بظل عندي ثلاث خانات خلينا نشوف الانستركشن خلينا نشوف الانستركشن نروح على الجوتو عشان نشوف الجوتو الجوتو انستركشن لاحظوا معي الشكل تبعها 101 هاي ال 101 هو الاوب كود تبعها ثلاث خانات فقط اوكي الاوب كود عندي انا من 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 خانه الى ست خانات ممكن يكون الثين قوة 6 بتنطيني 64 لكن كل الانستركشن عندي 35 لذلك لاحظوا 101 لن يتكرر عندك في كل الكودز الا مره واحده فال101 هذا للثلاث خانات العلويه يعني اني بدي اعمل جو تو ستيتمنت بدي اعمل جو تو بدي اعمل جو تو ستيتمنت هذه الـ go to statement عشان أقدر أنفذها بالزمن لي أدرس بالزمن لي relative address ضمن صفحة واحدة في البروجرام ميموري البروجرام ميموري مكون من أربع صفحات كل صفحة 2 كيلو الداتا ميموري أيضاً مكون من أربع صفحات بس كل صفحة 128 بايت الـ 128 بايت بدهم 7 بت عشان أعملهم أدرسينج بينما الـ 2 كيلو بدهم 11 بت عشان أعملهم أدرسينج فلذلك بنلاحظ أنه الـ operand تبعي الموجود في الانستركشن الـ KKKK مستولي على من 0 الى 10 اوكي يعني 11 خانه وظل عندي ثلاث خانات للاوب كود اللي بقول لي هي عباره عن جو تو ستيت متى بصيروا 14 واضح يا اخوان هلو وين راحت ال ها دكتور واضح المثال دكتور طب البيلي مش كثير والله الدكتور مش كثير ايش اللي مش واضح
الاول ادرس البي سي لاتش هاي وين بيكون؟ طيب الخانتين وين بيكون؟ ايش الخانتين اللي هو 12 و13؟ هذا البي سي لاتش هاي هو عباره عن ريجستر من 8 بت، لكن في 2 بتس منهم، بت رقم 3 وبت رقم 4، بيستخدمهم المايكرو كنترولر عشان يعرف رقم الصفحه، لانه قلنا البروجرام ميموري، البروجرام ميموري عباره عن وين راح الداتا شيت هذه البروجرام ميموري يا شباب، البروجرام ميموري هذه هاي اللي هون، هاي عبارة عن 8 كيلو، 8 كيلو بحاجة إلى 13 بت عشان أعنونها. الآن لما بدي أصل إلى أي انستركشن وأجيبها، البروجرام كاونتر هو المسؤول عن إحضار الانستركشنز. الانستركشن كل انستركشن لها عنوان في البروجرام ميموري، هذا العنوان يتكون من 13 خانه، من 13 من 14 عفوا لا عفوا من 13 خانه، 13 خانه لانه قلنا 2 قوه 13 بتعطيني 8 كيلو، 8 كيلو مقسمات عندي في داخل هذه الميموري الى اربع صفحات. الآن ضمن الصفحة الواحدة الريلاتيف أدرس بده 11 بت، أوكي، بظل عندي 2 بتس بيحددوا لي أي صفحة بدي أروح عليها. فأنا لما أكون عندي البرنامج، افرض أنا في عندي برنامج موجود هون نفسه مسهل برنامج موجود هون، أجتني الآن في هذه اللحظة go to statement، جوتو مثلا بده يروح على عنوان معين، فهو مثلا قال له روح على عنوان قلنا غاية مثلا 1890، أجينا حطينا له هذا جوتو 1890، البرنامج تبعي شغال هون، معناها بده يصير في عندي قفزة الآن، بده يصير في عندي قفزة نرسم. برنامج كان عنده في اللحظة هاي هون، وبدي أقفز الآن من هنا إلى مكان في ضمن البرنامج تبعي. الآن وين بدي أقفز أنا؟ بدي أقفز من ضمن الثمانية كيلو، عشان أروح على أي مكان في الثمانية كيلو بالزمني أنا 13 بت للعنوان. طيب العنوان بده يتكون من 13 بت، 13 بت 11 منهم بيجوا مع الانستركشن هذا الرقم راح يكون عبارة عن 11 بت بين الصفر وبين ال 2047 كقيمة، اوكي، يتكون من 11 بت باينري، فهذا بيشكل لي الريلاتيف ادرس ضمن صفحة واحدة. مثلا انا بجوز بدي اروح على هون النقطة هذه، وهذا النقطة اللي هي 1899 بالصفحة الأخيرة صفحة 3. طيب كيف بده يعرف رقم الصفحة؟ رقم الصفحة بده 2 بتس، لأن أنا عندي أربع صفحات عشان أميز بيناتهم، بدي 2 بتس عشان أميز بيناتهم. قال لك بتيجي بتروح عشان تعرف رقم الصفحة على البي سي ال، بتروح على البي سي لاتش هاي وبتأخذ البت رقم 3 ورقم 4، هذول دائما بت رقم 3 ورقم 4 بمثلوا لي رقم الصفحه ضمن البروجرام ميموري. هسه ممكن يجي واحد يقول لي طيب يا استاذ ليش ما اخذوش الثلاثه بتس السفليات؟ سؤال وارد. في الواقع يا اخوان احنا البروجرام ميموري 8 كيلو بحاجه الى 13 بت، الكاونتر تبعي مكون من 13 خانه، اوكي، مكون من 13 خانة. الآن من صفر، من صفر إلى نكتبها، من صفر إلى سبعة، خلينا من صفر ولغاية سبعة
من صفر ولغاية سبعة هذول ثمانية بت. طب هو مكون من 13 ظل بده خمسة بت. خمسة بت بيجوا من الريجستر اللي اسمه بي سي لاتش هاي، الخمسة بت اللي هون. أوكي، هذا عادة إحنا لما البروجرام كاونتر بيشتغل وهو اللي بنفذ أو يعني الأدرس اللي بيكون فيه هو الأدرس of the next instruction to be executed. لكن في حالة الجوتو أنا قاعد بقول له بدي يا بروجرام كاونتر أقفز وأروح على مكان في الانستركشنز من ضمن بروجرام ميموري، فالعنوان اللي بدي أروح عليه بدي يتكون من 13 خانة، 11 منهم بكونوا موجودين ضمن الانستركشن اللي هو الاميديت ادريسنج مود، هذا هاي لترال داتا، هذا الكي عباره عن لترال داتا. فانا قلنا اوكي عرفنا 11 منهم بمثلوا لي الريلاتيف ادرس ضمن صفحه واحده، لكن بهمني اعرف رقم الصفحه. رقم الصفحه قال لك بتروح على البي سي لاتش هاي وبتاخذ البت الثنتين اللي موجودات الثلاثه واربعه. اصلا البتس اللي هنا مش مستخدمات، هذولا كنسل عليهم، هذولا غير مستخدمات، لانه انا عشان اكون البي بروجرام كاونتر بالزمنه 13، خمسه منهم بيجوا من البي سي لاتش هاي وثمانيه منهم بيجوا من البي سي اللو. انا في عند البي سي اللو عباره عن 8 بت، هذا 8 بت. اوكي، وعندي كمان البي سي لاتش هاي 8 بت، بس 8 بصير 16، انا بزمنيش غير 13. فهم بيستخدموا عاده البروجرام كاونتر منعكس دائما على البي سي اللو وعلى البي سي ال هاي. ففي عندي 8 بت السفليات منه جايات من البي سي ال كامل، الخمسة بت المتبقيات عشان يصيروا عندي 13 بيجي من الخمسة بت الموجودات بالبي سي لاتش هاي. اوكي، الان بقول لك لما بستخدم الجو تو ستيتمنت انت سوف تقوم بعمليه قفز ضمن البروجرام ميموري، فعشان تروح على اي مكان في البروجرام ميموري بيلزمك ادرس من 13 بت. هذول ال 13 بت كيف يتكونون؟ بقول لك بتكونوا من 11 بت بيجوني كاميديت داتا موجوده مع الانستركشن. هاي الجو تو في عندي 11 بت اللي بكلياتهم كي هنا، هذول ال 11 بت هذول ال 11 بت بيشكلوا لي الريلاتيف ادرس ضمن صفحه واحده. بقي علينا حتى استكمل العنوان 2 بتس، 2 بتس عشان يحدد رقم الصفحه. قال لك هم ال 2 بتس الموجودين بالبي سي ال لو، لانه في البي سي ال لو بيمثل ال 5 بتس الادرس للادرس العلويات، واخر 2 بتس عاده في الادرس بيمثلوا لي رقم الصفحه. هم 13 من 0 الى 10 بيمثلوا لي رقم الريلاتيف ادرس ضمن الصفحه الواحده، ورقم 12 و11 و12 مثلوا لي عنوان الصفحه. ان شاء الله وضحت. الو. وضحت دكتور. طيب الحمد. اوكي، اذا الكي از لودد انتو البي سي، البروجرام كاونتر هو المسؤول عن عنونه البروجرام ميموري عشان اعرف انا شو النكست انستركشن. هاي الجو تو تؤدي الى وضع داتا في البروجرام كاونتر، البروجرام كاونتر الان الداتا تبعته راح يجوا اوكي راح يجوا من البي سي ال هاي التو بتس اللي قلنا عنهم ثلاثة وأربعة، والكي اللي هي الريلاتيف ادرس اللي بيجيني كاميديت ادرس مود. هاي الانستركشن عاده بتاخذ تو انستركشن سايكلز. السبب السبب ما يلي يا اخوان عشان تفهموا البايب لايننج ايضا، احنا ضايل عندنا من الوقت 9 دقائق. اوكي، خلينا نرسم. تتذكروا قلنا لكم في عندي انا في المايكرو بروسيسور في عندي بايب لاين، هذا البايب لاين مقسم الى مرحلتين. المرحلة الأولى يتم إحضار الانستركشن فيها، ففي مرحلة الفتش. وفي مرحلة execute.
هذا اسمه pipeline. فالمايكرو كنترولر تبعنا مصمم على انه البايب لاين تبعه مكون من مرحلتين، مرحله بنحضر فيها الداتا الاول، الداتا تحضر من بروجرام ميموري الى الفيتش، الى مرحله الفيتش فاحنا احضرناها، ثم نبدا بتنفيذها في الاكسكيوت في البارت تبع الاكسكيوت. فكل انستراكشن بدها 1 انستراكشن سايكل او بدها 4 كلوك سايكل في كل مرحله. كل مرحلة بدها 4 كلوكس. الكلوكس الأساسية من الأوسيليتر فريكونسي. إذا أي انستركشن فعليا هي تمر بمرحلتين وبدها 8 كلوك سايكلز، لكن إيش اللي بصير كما قلنا؟ إنه أنا أحضرت الانستركشن الأولى مثلا في مرحلة الفتش. الآن لما دخلت في مرحلة الإكسكيوت كنت كعمالي بحضر الانستركشن التالية. فبصير عندي instruction قاعدة بتطلع في كل 4 clock cycles. من هنا راح يصير في عندي إنه في instruction 1 instruction every 4 clock cycles، لأنه بتم على التوازي الإحضار والexecute، إحضار instruction جديدة وتنفيذ instruction سابقة بنفس الوقت، لأنه هذول مرحلتين منفصلات، وبالتالي يظهر للرائي كأنه قاعد بيطلع عندي one instruction every four clock cycles، رغم أنها الانستركشن الواحدة بدها 8، لكن ظاهريا للي بتطلع عليها من برا بشوف إن كأنه بتنفذ كل instruction بأربعة clock cycles. طيب لنفرض الآن أنا في عندي instruction الآن جبتها go to، كان في عندي مثلا قبليها move، لنفترض انا كان في عندي برنامج موف مثلا لترال الوركينج ريجستر مثلا 0x09، ثم بعدين جيت قلت له go to whatever address مثلا 2000، وبعدين في عندي instructions اخرى. الان الموف هذه كانت في مرحله التنفيذ هون، احنا طبعا مرت في مرحله الفتش، والان لما اجت في مرحله التنفيذ جبنا الجوتو، فصار في عندي جوتو هون موجوده جوتو، وموجود عندي تنفيذ الموف. الموف لترال في مرحله التنفيذ الان. طيب الآن لما نيجي لمرحلة، افرض في عندي هنا كمان instruction أخرى، افرض في عندي مثلا add working register lateral working register مثلا X6A مثلا، خلينا نحطها هون. الآن لما دخلت الجوتو كانت في مرحلة الفتش، وكان في مرحلة الإكسكيوت عند الموف. الآن بعد شوية راح يصير عندي الجوتو في مرحلة التنفيذ. نقدرش نحرك هذول، ما نقدرش نحرك هذول. هل بقدر اعمل سلكت لهم هذول؟ سلكت ما بختار الشكل ما بختارش، سوري، يعني بختار فقط ال بختار فقط الدرو شيبس، اما الكلام بختاروش. على كل الجوتو راح تيجي في مرحله التنفيذ، بتصير عندي هون طيب
لما صارت الجوتو في مرحلة التنفيذ أنا كنت في مرحلة الفتش عمالي بحضر الآد، فالآد بعدين الآد الآد صارت في مرحلة الفتش. طيب أنا عندي الجوتو سوري يعني صارت الجوتو في مرحلة التنفيذ، خلينا نكتبهم هنا. الجوتو صارت في مرحلة التنفيذ والآد في مرحلة الفتش. طيب ما هو تنفيذ الجوتو، أنا الجوتو هون بقول لي اقفز، لما يعني بقول لي اقفز معناها أنا بدي أروح وأقفز عن الانستركشن هذه اللي هي الآد، بس الآد لترال صارت اوريدي موجودة ضمن البايب لاين، ضمن الفيتش، ضمن البايب لاين الموجود هون. أيوه بما إنه أنا بدي أعمل جوتو وبدي أقفز معناها هاي الانستركشن بديش انفذها، بس هي اوريدي استهلكت مني 4 كلوك سايكل في الفيش تبعها، فكاني الان بدي ارد احضر انستراكشن جديده اللي هي موجوده هون عشان اعملها فيتشنج، فكانها الجو تو اخذت الوقت كامل، اخذت ال 4 كلوك تبعت الفيتش واخذت ال 4 كلوك تبعت الاكسكيوت، لانه اضطريت اعمل فلاشنج للبايب لاين ما نفذش هاي، هذه تنفذ كان هو اوبريشن على فكره. اي انستركشن بتيجي بعد جو تو اوكي وبتم القفز، هاي الانستركشن اللي بعديها تنفذ كنو اوبريشن، ويعني النو اوبريشن لا تؤدي الى شيء ولكنها تستهلك 4 كلوك سايكلز افكتيفلي، طبعا كل انستركشن بدها 8 كلوك سايكلز، فلانه أنا الجو تو يؤدي إلى القفز على الانستركشن الذي اوريدي موجودة في البايب لاين، معناها بدي أروح على انستركشن جديدة وأحضرها، هذا يؤدي إلى زيادة الوقت، عشان هيك الجو تو دائما بتاخذ قديش؟ بتاخذ 2 انستركشن سايكلز، كل انستركشن سايكلز عبارة عن 4 كلوكس، عشان هيك بتاخذ الوقت كامل، ما بتظهر كأنه عندي 4 كلوك سايكلز، لأنه الانستركشن اللي بعديها لن ننفذها. يعني اكثر من هيك توضيح بقدرش اوضح ليش بتاخذ تو سايكلز. معظم الانستركشنز اذا بتطلعوا على الانستركشن سيت معظمها الانستركشنز بتلاقيها 1 سايكل 1 ان سايكل، لانه افكتيفلي هيك بسبب البايب لاين، لكن لما نيجي على اي برانشنج انستركشنز الكونديشنال برانشنج انستركشنز لانه مرات تنفذ ومرات لا تنفذ بقول لك بتاخذ اما سايكل او ثنتين. اوكي اي كونديشنال برانش بتلاقيه باخذ حاطط لك اياه واحد او اثنين، بينما الجو تو دائما بتاخذ تو سايكلز. من ضمن الانستركشنز الاخرى التي تاخذ تو سايكلز الريتيرن انستركشنز، راح نجيها لما ناخذ السبروتينز. اوكي ريتيرن فروم فايل انتربت، ريتيرن لترال، وريتيرن كل هذول